السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. واليوم جبت لكم واحد المفاجأة من العيار الثقيل جدا. مهم كما كتشوفوا جتني مخالفات على القناة ديالي في اليوتيوب، على القناة ديالي ديال أخوكم مهاجر مدريد، تم توقيف الربح، لم تعد قناتك مؤهلة لتحقيق الربح. يعني كانت أنا القناة ديالي المفعلة كان عليها يعني ديك علامة ديال الدولار ولا الإعلانات، دابا ما بقاوش بسبب محتوى ما عاد استخدامه. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، شنو وقع، ما هو السبب. أنا أقول لكم كل شيء. أنا كنت كنطلع مؤخرا شي فيديوهات كنجيبهم من القنوات الأخرى، من بينها يعني الفيديوهات كما كتعرفوا ديال المنتخب المغرب والمنتخبات الأخرى في المونديال ديال قطر 2022، وكانت كتجيني ديك مخالفات صغيرة، ماشي يعني حتى لديك الدرجة. ولكن مؤخرا طلعت واحد جوج الفيديوهات اللي كتعلق بالليغا الإسبانية، وواحد الفيديو كان كي ديت واحد القناة، وهاداك القناة يعني مولاها مختص في داكشي ديال الرسوم المتحركة، يعني مثل المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني. جبت داك الفيديو طلعته في القناة ديالي اليوم الموالي، جاتني مخالفة. دزت شي تقريبا 15 اليوم طلعت واحد الفيديو ديال مدريد والبارسا، عاود لوط لي جاتني مخالفة. بقيت واحد اليومين صدروا لي واحد الرسالة اللي هي هادي كما كتشوفوا، بأن وقفوا لي الأدسنس بسبب ما هاد المحتوى ما عاد استخدامه. هداك الشي كنقول الإخوان والأخوات اللي عندو شي قناة في اليوتيوب كيحقق منها الربح يدير المحتوى ديالو، لان ما تعرفش فوقاش تجيك شي مخالفه ولا يطيروا لك الحساب ديالك ولا يوقفوا لك الادسنس. يعني راه هادشي ماشي مراش معنا. نوريكم واحد الحاجه اخرى اللي غادي تصدمكم. يعني انا دابا خصني نبدا ازيرو ازيرو، خصني نبدا ازيرو كما كتشوفوا، خصني نرجع نحقق داك 4000 ساعه من جديد. كما كتشوفوا في الرصيد ديالي الان حاليا عندي 267 ساعة مشاهد، وزادوا دابا لينا زادوا لينا هاد الفيديوهات القصيرة العبارة يعني عن الفيديوهات شورتس، خصنا نوصلوا 10 مليون مشاهدة في اخر 90 يوم، ماشي بحال داك 4000 ساعة عندك يعني عام 365 يوم. اذا خصني نبدا ازيرو. انا الادسنس دابا عندي موقوف محبوس، خصني حتى داك الفيديوهات اللي كانوا عندي ديال الكره وداك الشيء صافي حيدتو مسحتهم. كانت عندي تقريبا شي 700 ساعة عيدك، حيد داك الفيديوهات وبقاو ليا 267 ساعة. هذا ماشي مشكل، عندي الطريقة ديالي كيفاش نخدم إلى نشحت ليا الطريقة. المهم إن شاء الله غنعمل لكم شي فيديو. ولكن الآن عندي جيج ديال المخالفات، ما بغيتش يعني نطاكي على السوايع، نستنى شي شوية يتسالو داك المخالفات ونرجع نصيفط القناة ديالي للمراجعة. وإن شاء الله فاش غتكون يعني داك السوايع وصلوا 4000 ساعة وهادوم ديال الفيديوهات القصيرة وصلوا 10 مليون مشاهدة، نسرد لقناة المراجعة ونستنى نشوف شنو غيردو عليا، وغنشارك معكم داكشي كلشي ان شاء الله. اذا فكنصح الاخوان والاخوات اللي عندو شي قناة غير يعني مفعلة باقي ما وصلش 4000 ساعة و1000 مشترك، بغا يعني
يوصل لك 4700 او 1000 مشترك بالفيديوهات اللي ماشي ديالو. كنصحكم كنقول لكم غادي يرفضوا لكم ديك القنوات الغير مفعلة، يرفضوا لكم ديك القنوات في المراجعة بسبب يعني الفيديوهات اللي ماشي ديالكم. انا وقعت لي فاش صرت انايا في المرة الاولى القناة ديال المراجعة، كانوا عندي فيديوهات ماشي ديالي، كانوا عندي فيديوهات ماشي ديالي، ترفضت لي القناة في المراجعة. فاش محيت ديك الفيديوهات طاحوا لي السوايع، خدمت السوايع ديالي. بعد صرت القناة المراجعة، تفعلت لي القناة العام اللي فات في شهر واحد، وهاد العام عاود وقفوا لي القناة في شهر واحد في نفس الشهر اللي تفعلت لي القناة العام اللي فات. لذلك كنقول الإخوان والأخوات اللي عنده شي فيديو ماشي ديالو ما يخدمش عليه السوايع، يمشي يحيد ديك الفيديو ويعمل المحتوى الخاص به، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وما تطيحوش في نفس الخطأ اللي تحت فيه أنايا والمهم داكشي اللي كاين إخوان في هذا الفيديو هذا. إن شاء الله فيديو قادم إذا كان شي جديد نوافيكم به إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.